بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمع الباب العاشر من بلوغ المرام، الباب العاشر من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، باب صلاة الجماعة والإمامة، باب صلاة الجماعة والإمامة، يعني وما يتعلق من أحكام للإمام. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد بقوله درجة، يعني البخاري عن أبي هريرة للبخاري عن أبي سعيد بلفظ ب25 درجة. إذن الحديث متفق عليه بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، يعني صلاة الفرد، ب27 أو ب25. ولا يفهم من هذا كلمة درجة، لا يفهم أن من صلى العشاء أو الفجر أو الظهر 27 مرة منفردا كمن صلى جماعة. لا، لو كان هذا هو المعنى لقال أفضل من صلاة الفرد ب27 مرة، مفهوم؟ لكن لم يأتي الحديث بهذا الشكل، وإنما قال ب27 إيه؟ درجة، ودرجات في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم مخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لم يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو نرمتين حسنتين لشهد العشاء. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث يحث على ضرورة صلاة الجماعة، وبه استشهد ربما الإمام أحمد على وجوب صلاة الجماعة. لكن صلاة الجماعة جمهور العلماء على أنها سنة وليست واجبة. هذا الحديث يشير إلى مدى ما يقع فيه هذا الذي لا يحافظ على صلاة الجماعة بل يتهاون في صلاة الجماعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن
يأمر بإحراقهم في بيوتهم أو بإحراق بيوتهم. هذا الشطر من الحديث للترهيب والوعيد، ولا يفهم من هذا أبدا أن هذا الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ليس هذا من الفقه في شيء، هذا من باب الإيه؟ الترهيب. بدليل واحد، هل فعل النبي ذلك؟ الجواب لا. هل فعل أحد من الولاة والأمراء والعلماء والفقهاء ذلك؟ لا. إذن هذا الحديث يصنف في أحاديث الترهيب، ولا يفهم من ذلك أن نطبق هذا الحديث في حياتنا لو رأينا ناسا لا يصلون الجماعة. ثم في بقية الحديث إشارة إلى أن الذي لا يشهد الجماعة مستخف بالدين، يقولون عنه لين، لين الدين يعني رقيق الدين، يعني إيمان ضعيف، لأنه لو قلنا له لو ذهبت إلى صلاة العشاء أو صلاة الفجر لوجدت هناك طعاما وشرابا في المسجد لذهب. هذا معنى حديث النبي والذي نفسي بيدي، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مقماتين حسنتين لجهل العشاء. وطبعا المنافق يحب المكسب المادي مش المعنوي، ويحب المكسب العاجل وليس الآجل، هذا هو المنافق. وهؤلاء أو هذا الوصف يليق بالمنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا مسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إيه؟ إلا قليلا. يؤكد هذا المعنى الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الحديث الثاني قال: لا شهد العشاء. والحديث الثالث قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الإيه؟ العشاء وصلاة الفن. تتثاقل رؤوسهم للنوم مع صلاة العشاء، أو تتثاقل رؤوسهم عن الاستيقاظ مع صلاة الفجر، يعني يريدون أن يناموا الليل كله فلا يستيقظون إلا مع طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، يأكلون وينامون ويأخذون الليل كله كما يقولون في نفس واحد. هؤلاء هم المنافقون. أكثر منهم من يستيقظون ولا يصلون، قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما، يعني ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر يعني من الأجر العظيم، لأتوهما يعني لخرجوا إلى صلاة الجماعة في صلاة العشاء وصلاة الفجر خصيصا
ولو حبوا. والحبو هي السعي على الايه؟ على اليدين والركبتين، هذا هو الحبو. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، قيل هو سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قارب يقودني إلى المسجد، فرخص له. يعني إيه؟ رخص له في ترك صلاة الجماعة وعدم إتيان المسجد. فلما ولى دعاه، لما يعني أخذ الرخصة من رسول الله وذهب، ناداه رسول الله: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهنا معنى تسمع النداء بالصلاة، لم تكن هناك مكبرات صوت، ميكروفونات، ولا سماعات، ولا إذاعة، ولا ما يسمى بالأثير، لم يكن هناك، وإنما كان الرجل يقف على باب المسجد أو فوق سطح المسجد ويؤذن للصلاة. إذا سمعه الإنسان، إذن هو قريب من المسجد. إذن هو قريب إيه؟ من المسجد. لأن بعض الناس كانوا يأتون من بقاع، من بقاع بعيدة، أماكن بعيدة، ليحضروا صلاة الجماعة مع رسول الله، ثم يعودون إلى بيوتهم. مثل مكان في المدينة اسمه العالية، وربما عند قباء، وكانوا يأتون يصلون مع رسول الله ثم يعودون، أطراف المدينة. لكن النبي قال: لو تسمع النداء. نعم. قال: نعم. فهم رسول الله أن المكان قريب، إذن بإمكانك أن تأتي بلا قائد أو يقودك كثير من الناس. والشاهد أن صلاة الجماعة لا تسقط عن مبصر ولا عن كثير أو عن كريم العينين. وعن سيدنا عبد الله بن عباس قال: من سمع نداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. سمع النداء يعني الأذان، النداء هنا بمعنى الأذان، فلم يأت فلا صلاة له. النفي هنا للصلاة نفي صحة ولا نفي كمال؟ تمام. لا يفهم هذا الفرق إلا العالم وطلاب العلم، أما غيرهم فلا يفهمون إلا النفي وفقط، مجرد النفي، مطلق النفي، وصارعوا بالمعنى الظاهر لا صلاة. لكن أهل العلم لا بد أن يفرقوا بين نوع النفي، هل النفي هنا لنفي صحة الصلاة ولا لنفي كمال الأجر للصلاة أو كمال الأجر في الصلاة؟ المراد بنفي نفي كمال الأجر. إلا من عذر، يعني من له عذر كمرض أو سفر أو نوم أو مطر، هناك أشياء تمنع أو تجيز عدم الخروج لصلاة الجماعة، مذكورة عند السادة الشافعية وغيرهم، مثل الخوف، يعني لو خرجت قد تتعرض حياتي للخطر. مثل في ناس يتقاتلون، وربما يضرب هذا وربما يضرب هذا، إذا مرضت ربما أصابني
سهم أو طلقة أو أبلى لا قدر الله، لا أحتاط لذلك وأصلي في بيت. المرض مانع من موانع الجماعة، مانع شرعي. المطر، المطر الشديد أيضا يبيح للإنسان أن يصلي في بيته. الرياح الشديدة، الهواء الشديدة التي تصيب الإنسان بالبرد، أيضا الحر الشديد الذي يصيب الإنسان بالحرارة، كل هذا مانع أو أبيح للإنسان أن يصلي في بيته ويترك الجماعة، لأنه لا يقصد ترك الجماعة وإنما منعه مانع. الحديث الخامس عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله إذا هو لرجلين لم يصليا فدعا بهم، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا، يعني في بيوتنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة. وهذا يشير إلى أنه لا يجوز لإنسان أن يجلس حتى ولو كان صلى الفريضة بحضرة جماعة أو بحضرة الجماعة الأولى بعد الأذان ومع الإقامة، تكون الجماعة الأولى. هب أن إنساناً صلى في بيته ثم جاء ليقابل إنساناً آخر في المسجد فوجد الناس يصلون، لا يقول أنا صليت ويجلس، وإنما إذا دخل فرأى صلاة الجماعة الأولى فعليه أن يصلي صلاة الإيه؟ الجماعة معهم، فهي له إيه؟ نافلة. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فكلمة يؤتم به يعني ليقتدى به، يعني يتبع فعله، هو يفعل ثم الآخرون إيه؟ يفعلون مثل ما يفعل، هذا معنى الاقتداء وهذا معنى الائتمام. لأن هذا الأمر ضروري أن يكون فعل المأموم تابعا لفعل الإمام، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه وإنما يعقبه. قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. كان يكفي أن يقول فإذا كبر فكبروا، لكنه أراد أن يؤكد هذا المعنى، قال ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فهمتم؟ يعني يؤكد الأمر بطريقتين، بطريقة يؤكد الفعل بطريقتين، بطريقة الأمر وبطريقة النهي عن عدم الامتثال للأمر. إذا كبر كبروا، لا تكبروا حتى يكبر، كما ذكرت ذلك مرارا
قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كان يكفي ان يقول مولانا واعبدوا الله، لكن قال تاكيدا لامر العباده والتوحيد ولا تشركوا به شيئا. وخلق ربك الا تعبدوا الا اياه، ها؟ الا اياه تاكيد. هنا تاكيد لمعنى الامامه، ان الامام يفعل ثم يعقبه فعل الايه المامور. اذا انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا، اذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، ثم قال ولا تسجدوا حتى يسجد، واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، ثم قال واذا صلى قائما فصلوا ايه قياما، واذا صلى قاعدا فصلوا ايه قعودا اجمعين. هذا صحيح. يجوز اذا صلى الامام قاعدا ان نصلي قعودا، لكن هل ضروري نصلي قعودا؟ لا، يجوز ان نصلي قعودا وان نصلي قياما. ويؤكد هذا الحديث العاشر سنأتي إليه. ثاني، إذا صلى الإمام قاعدا لنا أن نصلي قعودا ولنا أن نصلي قياما. طب لماذا؟ من أجل معنى الائتمام الذي في الحديث الثالث. من معنى الائتمام أن أفعل مثل ما يفعل. فإذا صلى قائما صليت قائما، وإذا صلى قاعدا صليت قاعدا. يبقى تأكيد لمعنى الإيه؟ الائتمام والاقتداء مع جواز عدم القعود، مع جواز القيام حتى ولو كان الإمام إيه؟ قاعدا. تشاهدون الآن أستاذنا الدكتور العلامة المحدث الدكتور أحمد عمر هاشم وهو يصلي في صلاة الجمعة لا يستطيع أن يقف في خطبة الجمعة، فيضعون له كرسي يجلس عليه ويخطب، ومعلوم أن الخطبة تكون من إيه؟ من قيام، لكن هناك ضرورة، وبالتالي في أمر الصلاة كذلك يصلي على كرسي. هب أنه صلى بالناس إماما وهو على الكرسي ويصلي قاعدا، ويصلي إيه؟ قاعدا. نصلي نحن إيه؟ قعودا أو قياما؟ قعودا أو إيه؟ أو قياما. ما فيش واحد يقول نجيب كراسي بقى كل الناس عشان يبقى الائتمام هو يصلي على كرسي، احنا لازم كلنا نصلي على كراسي، لا طبعا، وانما لنا المعنى، المعنى ايه؟ هو صلى ايه؟ جالسا. مفهوم؟ ان شاء الله. حديث السابق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا. يعني عند إقامة الصلاة لم يأتوا إلى الصف الأول وإنما تأخروا عن الصف الأول، فقال له النبي تقدموا فأتموا بي. وربما فعلوا هذا هيبة منه صلى الله عليه وسلم، ربما فعلوا ذلك إجلالا له صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. يعني من جاء أولا فليكن في الصف الأول، ومن جاء بعد فليكن في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع إلى آخر. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها،
فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. والمعنى أن رسول الله أراد أن يتخذ مكانا يصلي فيه النوافل في المسجد. احتجر يعني جعل من بعض الأماكن حجرة صغيرة على قدره، على قدر جلوسه وقيامه وركوعه. ومش لازم تكون حجرة بالمعنى، لا، يعني حوض كده. يبقى خصص له مكان لصلاة الايه؟ النافلة. فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون ايه؟ يصلون بصلاته. طيب النبي لما اتخذ هذا المكان قصد ايه؟ قصد أن يصلي النوافل وحده. ومعنى احتجر يعني جعل حاجز كده يغطي رأسه أو قدر الرأس، ليصلي بقى ما شاء. صلي 10 ركعات، 100 ركعة، أكثر، إلى آخره. تتبع إليه رجال، يعني جاءوا تباعا، هذا وراء هذا وهذا وراء هذا، وكلهم وقفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا بصلاة رسول الله. هنا قال رسول الله: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يشير هنا إلى صلاة الإباء النافلة. تمام. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ليه؟ حتى يكون بعيدا عن أعين الناس ولا يشغله شاغل. يصلي 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 20 أو 100، فلا يشغله شاغل. الحديث 9 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم. الصحابة بطبيعة الحال كانوا يحبون الصلاة وكانوا يخشعون في الصلاة، وطول القيام بالنسبة لهم أمر عادي عندنا كالتخفيف عندنا أو التوسط عندنا. الطول عندهم التوسط إيه؟ عندنا، لأنهم كانوا أرقى حالا وأرق أفئدة وأصفى ذهنا وأكثر إقبالا على الله تبارك وتعالى، فكانوا يحبون طول الصلاة. لكن سيدنا معاذ أطال بهم طولا جعل بعض الناس لا يصلي. قيل هذا في صلاة العشاء، وقيل هذا في صلاة الغداء الصبح. لكن الحديث الذي معنا في صلاة الإيه؟ في صلاة العشاء. هذا الحديث يشير إلى أن سيدنا معاذ أطال بهم في صلاة العشاء، فقال له النبي: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا، يعني سببا في ترك الناس لصلاة الجماعة، والذي يسمى فتنة، أن تكون سببا في ترك الناس لصلاة الجماعة. ثم قال: إذا أممت الناس، يعني يا معاذ، والكلام ليس لسيدنا معاذ وفقط، إنما لكل إمام، لكل من يقف إماما، إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. وإيه؟ وقرأ. أيوه، خلي بالكم بقى من اللفظ، ما نقولش وقرأ، لا، وإقرأ، لأن أصل الآية إيه؟ إقرأ. والليل إذا إيه؟ سمى النبي لسيدنا معاذ
أسماء الصور. الشمس، الأعلى، العلق، الليل. ما يجيش واحد بقى يقول لي كده زي ما بيقولوا يتفلسف يعني ويقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام ما رتبش الصور، ده جايب صورة الشمس قبل صورة الأعلى، ده جايب صورة اقرأ قبل صورة الليل في الحجم. لا، ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصور على سبيل المثال، يعني اقرأ من هذا أو من هذا أو من هذا، فما جال بقاطر النبي نطق به صلى الله عليه وسلم. ولم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيب الصور ولا أولوية، يعني حتى برضو لا يفهم إيه إن النبي أعطى هنا أولوية لقراءة الشمس قبل صورة الأعلى أو بصورة الأعلى قبل صورة العلق أو بصورة العلق أم بصورة الليل. لا طبعا. وهذا لا يخالف قوله تعالى إن هو إلا وحي نوحى. نعم لا يخالف. الحديث العاشر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس، وأبو بكر ده محل الشاهد أهو، ده سيدنا النبي اللي لسه قايل في الحديث رقم 6: وإذا صلى قاعدا فصلوا إيه؟ قعودا. ده حديث قول، فبالفعل كان إيه؟ صلى جالسا وأبو بكر إيه؟ قائما. أبو بكر هنا مؤتم بمين؟ سيدنا رسول الله. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي. صلى الله عليه وسلم: ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. يبقى الشاهد من الحديث إيه؟ أنه يجوز أن يصلي الإمام جالساً والمأموم إيه؟ قائماً. يجوز أن يصلي الإمام جالساً ويصلي المأموم قائماً. يبقى كده معانا الإيه؟ دليل على الرأيين القولين. الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف. ده الأصل بقى، الأصل في صلاة الجماعة الإيه؟ التخفيف. ده الأصل. طب التطويل استثناء، والاستثناء مشروط ايه؟ مشروط بموافقة المأمومين. طيب نجيب الشرط ده منين؟ من حديث: أتريد أن تكون يا معاذ فتالا؟ إذا أممت الناس فاقرأ كذا وكذا. يبقى عشان يبقى الشرط جاي من ايه؟ من عدم افتتان الناس. الشرط ايه؟ لعدم افتتان الناس. ممكن واحد يقول لك ايه؟ طيب النبي صح قال: اذا اما احدكم الناس فليخف. كلام صحيح. طب التطويل مشروط ازاي؟ فين الشرط بتاع التطويل؟ الا يكون التطويل في ايه؟ فتانا. طيب نجيبه ازاي؟ ناخد رأي الناس. يا سادة، ايه رأيكم هنصلي في كل ركعة مثلا بربع، بعشر آيات، بخمستاشر آية، بصفحة، بأكثر،
كانوا شبابا، قالوا ماله مفيش مشكلة، كانوا شيوخا كبار وجلسوا برضو مفيش مشكلة، المهم في اتفاق خلاص نطور. لكن الأصل هو إيه؟ التخفيف. فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. كيف شاء يعني يطول ما يشاء. الحديث الثاني عشر، وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي. مين سيدنا عمرو بن سلمة؟ لا، ابن سيدنا أبي سلمة، ابن السيدة أم سلمة. قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال مين اللي بيقول؟ الراوي مين؟ عمرو بن سلمة. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. وأنا ابن إيه؟ ست أو سبع إيه؟ سنين. وأعتقد رواية سيدنا البخاري سبع سنين. المهم ستة أو سبعة، بس المسألة مش في السن، المسألة أنه أكثر قرآنا. وكلمة أكثر قرآنا هنا يعني إيه؟ يعني أكثر حفظا طبعا، وأكثر فقها، لأن بعض الفقهاء وقفوا مع هذا الحديث وقالوا إيه؟ ربما يحفظ القرآن الكريم كله لكن ليس فقيها في الصلاة، فلا يتقدم للإمام، لكن لابد أن يكون فقيها، بمعنى يفقه الصلاة وأحكام الصلاة. ماذا لو أن الفقه هيجي هو، ماذا لو نسي فقام للركعة الخامسة، يبقى فاهم يعمل ايه؟ لو قال مثلا لا ده انا طالما تلبست بالفرض فلا اعود، يبقى ده مش عالم، ده مش فقيه. ليه؟ لان مفيش صلاة اسمها خمسة، عندنا الصلاة خمس ركعات، ده في صلاة الوتر والنوافل ممكن، لكن في الفرض ما عندناش صلاة خمسة. فإذا صلى أربعة وبعدين نسي فقام للخامسة، وبعدين الناس قالوا له سبحان الله، قال لا ده أنا وقفت بقى، ما دام وقفت ما رجعش تاني، هذا فقه، هذا ليس من الفقه في شيء. فنيجي عند كلمة وليؤمكم أكثركم قرآنا مع فقه الصلاة، يبقى فقه الصلاة هنا إيه؟ شرط كمان. صحيح هو ابن سبع سنين أو ست سنين لكن لازم يكون فقيه في الصلاة. الحديث الثالث عشر وبه نختم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والأقرأ هنا هو الأكثر قرآنا في الحديث اللي سبق، والأكثر قرآنا والأقرأ يعني الأكثر حفظا وليس أكثر قراءة. افترضنا واحد فاضي ما عندوش وقت ما عندوش شغل وبيصلي وبيقرأ في اليوم عشرة أجزاء مثلا، لكن لا يتقدم. من حفظ عشر صور يتقدم عليه، وإن كان يقرأ في اليوم عشر أجزاء. إحنا يهمنا في الصلاة إيه؟ الأكثر حفظاً.
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وهذا الحديث يضع لنا أولوية للإيه؟ للإمامة. إيه؟ إيه الأولوية للإمامة؟ الأكثر حفظاً، الأكثر علماً بالسنة، الأكثر الأقدم هجرة. ممكن نقول الأقدم هجرة هنا النهاردة يعني إيه؟ الأقدم علماً وعملاً وتقوى وصلاح. خلاص؟ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً، يعني أكبرهم سناً، يعني تساووا في القرآن، تساووا في السنة، تساووا في الهجرة، التوبة، الصلاح والتقوى، خلاص يبقى الأكبر سناً. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. دخلت عند حد هو يصلي، طب أنت أكثر قرآناً وأكثر سنة، خلاص؟ وأقدم هجر وأكبر سنة، هو لو حافظ قل هو الله أحد مع سورة الفتحة أولى. خلي بالكم من الكلام ده. إذا دخلت بيت رجل وهو كان يستطيع أن يقرأ بعد الفاتحة بإيه؟ بسورة الإخلاص، هو أولى. يبقى لو دخل عالم من العلماء الكبار جدا لا يدخل إماما إلا بإذن صاحب البيت. صاحب البيت تقول له تفضل يا مولانا نتبارك بصلاتك، خلاص. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن. دخلت بيت واحد ولقيت له مكان معين هو بيجلس فيه أيا كان الداخل ده، ما دام ضيف يبقى ما يجلسش في المكان ده، لكن إذا كان أبوه وحر، إذا كان من في مقام أبي كأستاذه، خلاص يجلس. لكن لو الاثنين في مستوى واحد ضيف، لا ما يجلس في هذا المجلس. وإذا جاز إلا بإذنه، يبقى إلا بإذنه جاء في الإيه؟ في النهيين، استثناء للنهيين. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذن، أدي المعنى. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع القادم نكون فيه إن شاء الله مع المحتفلين بمولد سيدنا الإمام الحسين، فربما لا يكون هذا الدرس.